هل يجوز للحائض السجود سجدة التلاوة عند ذكر آية أو سماع آية فيها سجدة؟ هل تسجد؟ وإن كانت مشغولة هل تترك عملها لتسجد؟ وما حكم هذه السجدة بالنسبة للحائض؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال السائلة ينبني على الخلاف في الحائض، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها ذلك؟ الجمهور على أنها لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض حتى تغتسل من الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان جنبا، ونهى عن قراءة القرآن للجنب والحيض مثل الجنابة حدث أكبر فيمنع قراءة القرآن. ومن العلماء من يرى جواز قراءة الحائض للقرآن، وإذا مرت بسجدة على هذا القول فإنها تسجد، لأن الصحيح أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة، صحيح أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة، ليس صلاة فلا تشترط له الطهارة، والسجود تابع للقراءة، إذا جازت القراءة جاز السجود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانت مشغولة كما سألت شيخ صالح، كيف تنصحونها جزاكم الله خيرا؟ كيف مشغولة؟ إذا كانت تسمع القرآن وهي تعمل في عمل آخر، في مطبخها، في غسيلها، في نظافة بيتها. استماع القرآن من المسجل أو من الإذاعة، نعم، لا يسجد عنده، ما شاء الله. وإنما السجود التلاوة يشرع للقارئ وللمستمع الذي يستمع للقارئ، فإذا سجد القارئ فإنه يسجد المستمع. طيب. أما إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد، لأنه تابع فقط. نعم. أما من الشريط، أما من الأسطوانة، أما من الراديو، هذا دا غير داخل في المسألة أصلا، لأن ليس فيه قارئ وإنما هو شريط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.